نجوب في رحاب الأولين لنروي لكم فصولاً امتدت منذ 14 قرناً وما تزال عن إسهامات عظيمة بنت أساس العلم والفن وشكلت معالم تراثنا الإسلامي لتغير وجه العالم بأسره وتحفر تاريخاً مشرفاً إلى أبد الدهر. ولد فن الحدائق مع ميلاد الحضارة الإسلامية، وكان انعكاس الصور الباهرة التي جاء بها القرآن الكريم لجنات الفردوس تأثيراً كبيراً على نفوس المسلمين، فاهتموا اهتماماً بالغاً منذ العهود الأولى بإنشاء جنات دنيوية، ولم يعتبروها مجرد مساحات خضراء، بل مثلت فناً قائماً بذاته. ومنذ القرن الثامن غدت الحدائق وتنسيقها عاملاً أساسياً في تحضر المدن. ظل عدد من الحدائق الإسلامية على قيد الحياة إلى وقتنا هذا في منطقة واسعة تمتد من إسبانيا غرباً إلى الهند شرقاً، فقد تميزت بوفرة النباتات بألوانها المتنوعة وروائحها العطرة، وتفردت بالنوافير التي تعد جزءاً من مهارة المهندس والفنان المسلم في توظيف البنية المائية. ومن بين أشهر الحدائق الإسلامية حديقة الرصافة بقرطبة، وهي إحدى أكبر الحدائق الإسلامية التي أنشأها الخليفة الأموي عبد الرحمن الداخل وجنة العريف، وتعد حدائق قصر الحمراء بغرناطة وتاج محل بالهند نماذجاً للفن الذي خلده المسلمون على مر السنين، التي بنيت على سفح ربوة في القرن الثالث عشر. كما تطور على أيديهم في ذلك الوقت ما يعرف بعلم البستنة، لتكون الحدائق مصدراً لتوفير الطعام كما هي مصدر للتأمل والتفكير والاستجمام، وكانت أيضاً مصدر إلهام لظهور نوع من أنواع الشعر العربي عرف بشعر الروضة، والذي يستحضر ضمن أبياته رياض الجنة. وتأثرت أيضاً أسماء كتب المسلمين بجمال الحدائق، فسمي بعضها رياض الصالحين وبستان الواعظين والروض الزاهر ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وغيرها الكثير. ظلت الحدائق الإسلامية فاتنة إلى يومنا هذا ترسم بسحرها لوحة فنية تبهج القلوب وتحيي النفوس وتعطي صورة مشرقة لإبداعات العقل المسلم.